طيب مين المسؤول عن البيت هنا؟ انا يا فندم. في حاجه؟ في بنت هنا اسمها نانسي؟ اي يا فندم، انا اسمي نانسي. بعد اذنك يا مدام، ممكن افتش الاوضه بتاعتها؟ ليه؟ عملت ايه نانسي؟ في بلاغ متقدم ضدها انها سرقت خاتم صاحبه المصنع اللي شغاله فيه، مدام عيشه. ده لا يمكن ابدا تعمل كده. بعدين حضرتك معاك اذن النيابه؟ اتفضلي، اذن النيابه. اتفضل حضرتك فتش، يعني اتفضل معايا. على فكره انا متاكده ان البنت دي لا يمكن تعمل كده. اتفضل حضرتك. ايمن بعد التفتيش اتفضلي معايا. اتفضل. اتفضل يا فندم. يا فندم اكيد في حاجه غلط. معلش هتضطري تيجي معانا. يعني ايه؟ مش ممكن ابدا هسيبها تيجي معانا. حضرتك فتشت وما لقيتوش اي حاجه، يبقى تروح معاك ليه؟ هناخد اقوالها ونقفل المحضر بس مش اكتر، وتيجي على طول. اتفضلي معانا. حاضر. مش هسيب، ما تخافيش. اتفضل حضرتك، اتفضل ما تقلقش، احنا جايين. اتفضل. اتهام باطل والدليل مفيش اي سبب للموضوع ده خالص. هو فعلا مفيش اي دليل انك تعملي كده ولا عملتي كده اصلا. أنا عايز أفهم إيه اللي حصل بالظبط علشان تتهمك الاتهام ده؟ أنا بس كل قلقي إن يكون هشام له علاقة بالموضوع عشان شافتني معاه في العربية، هو ده كل اللي حصل. ويعني هي معنى إن هي تشوفك مع هشام تقوم تتهمك التهمة البشعة دي؟ دي سرقة. طب أمال إيه، في إيه سبب تاني ممكن تعمله؟ بصي يا دماغي مصدعة، تعالي إعملي لي كوباية شاي. يلا. ماشي. المهم أنت كويسة؟ هبقى كويسة إزاي يعني؟ قولي لك ساندوتش عشان تبقي كويس. مش عايز. انت اللي سرقت الخاتم يا نانسي؟